تعالى هنا يا ولد يا منصف. تعالى تعالى تعالى. أنكل أكرم. ما قلت لك 100 مرة ما تقوليش أنكل دي. حاضر. فكرك عم. هتهرب مني بعد اللي عملته امبارح؟ إيه يا عم؟ أنت مش هتبطل يا ولد الحركات القذرة دي؟ إيه أنت شميت ولا إيه؟ بغض النظر عن الريح أنا متعود عليها خلاص. أمال إيه؟ أديك الكلب بتاعي الكلب الراقي، أقول لك فسحه وشممه هوا وفرجه مناظر حلوة توديك كباريه؟ هو في مناظر حلوة أكتر من كده؟ والله ده كلب مرزق ونيته سليمة. دي بقى إن شاء الله. أول ما دخل لقى الأغنية اللي بيحبها شغالة. أغنية إيه دي؟ هوي هوي هو هوي هو. آه والله. ضرب الدنيا راس هاويها بهدل الدنيا. انت بتسمع الكلب بتاعي انا الاغاني الرقيقه دي القذره دي؟ قول لنفسك. يا حبيبي انا ما بسمعوش الكلمات دي خالص، انا بسمعه كلمات راقيه حاجات من زمن الفن الجميل. بجد يا عمي؟ اه طبعا فاكرني اسمعه القرف ده. يعني بتسمع الكلب ايه مثلا؟ يعني مثلا لسه اول امبارح كنت بسمعه حسن تجلى اثرني خلى قلبي متيم وعقلي فيه سحر فتني خلانا غني وخلى روحي يا روحي تروح إليه. الله شايف يا ولد بسمع الكلب ايه؟ بقى بتسمع الكلب الحاجات دي وتسمعنا احنا هو هو. يا اخي عملنا معاملة الكلاب يا اخي. يعني الكلب يسمع حسن واحنا هاوي ليه كده؟ وانت هتقارن نفسك بالكلب بتاعي ده سلالة نادرة، انت سلالة قذرة. على فكرة انت عمي يعني احنا بنفس السلالة يا عم. البطن قلابة. ايوه ماشي. وبعدين بص للكلب شكله عامل ازاي وانت شكلك عامل ازاي؟ مش الكلب جالك سليم يا عمي؟ ما تكلمنيش بالطريقة دي. جالي سليم يا نصاب يا فلاتي. ليه اللي حصل؟ بقى انا بعت لك الكلب لابس طوق ذهب قد كده ترجعولي مجروح بحبل غسيل؟ ده انت خدت بالك مع ان دهانته اصفر والله. دهانته اصفر؟ هعمل ايه؟ الكلب بتاعك هو اللي مبذر، هعمل له ايه؟ ليه بقى نقط في الكباريه؟ لا في كلب هيقف في الكباريه يقول هاو هاو يقعد ينقط. لا طب امال عمل ايه يعني؟ لعب بيهم قمار. كلب بيلعب بديله، عنده ديل. انا الكلب بتاعي انا بيلعب قمار؟ اه لعب بديله. هقول له ايه؟ ما فيش مبرر. طب الفلوس اللي اديتها لك عشان تجيب له اكل وديتها فين؟ ايه ده؟ هو انت كان قصدك اجيب له هو اكل؟ ما انا قلت لك هات اكل للكلب. انا سمعتها هات اكل يا كلب فجبت ليا. اسف. يعني انا هديك انت 500 جنيه وبعدين في كلب بياكل سوشي؟ كلب بياكل سوشي ازاي؟ كان نفسي فيه والله. معلش يا عم المره الجايه هبقى انا اخد عظمه وادي له حاجه. معلش. انا الكلب بتاعي ما بياكلش عظم. امال بياكل ايه؟ لا ولا سوشي برضه. يعني ماشي هجيب له انا يعني بياكل ستيك حاجات كده ما ياكلش الاكل اللي انت أيوة بتاكله. ايوه ايوه عم رمضان بياكلنا على طول. باين على وشه وباين على وشك. صح. انا اخلي عم رمضان يجيب لنا انا والكلب ده. عم رمضان ما افطرش من سنه 80. هيجيب لك انت اكل. وطلعت اشاعه على فكره سنه 80 دي قصه مؤلفه ما افطرش بقى. اه والله دورنا وراه طلع اصلا وقتها ما كانش فيه الجبنه المثلثات. طب انت عارف ان الكاميرات اللي في الجارد اللي لقت لقطت عمك رمضان هو بيسرق اكل الكلب؟ ايوه ايوه. ويا ريته بياكله ده بيبيعه. ده باع الدم اللي كان لاخوه يا راجل. يلا لا لا انا عارف القصص. المهم روح دلوقتي عشان انا مش فاضي لك عندي شغل. حاضر ما تكلمنيش كده بس. يا كاميليا تحت امرك يا اكرم بيه. يلا روح انت بقى تقف تلمع اوكر كده كتير. اي انا خدت. روح انت عشان عندي شغل. ويا كاميليا ولع الدنيا ابو الشقاق. يلا يلا ما تهزرش معايا. ما جتش معانا ليه امبارح؟ هو هو يلا بقى انا بروحش الاماكن القذره دي. مرات عمي عارفه موضوع كاميليا. احترم نفسك. ماشي 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 ما يبانش عليك يعني شكلك راجل كباره. يا كاميليا ولع الدنيا. مرات عمي خلاص يا ولد. اكرم. ايه يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله يا اكرم. عملتي ايه يا كاميليا طمنيني. هو في مشكله صغيره. مشكله ايه بس يا كاميليا على الصبح؟ مفيش حجز لعلاء بيه. معقوله يا كاميليا؟ ده اهم زبون عندي في اللوكان ده يا كاميليا. طب اعمل ايه؟ مش كان مفروض تبلغني يا كوكو؟ كوكو كوكو. وباشا وداخل وسيجار وولد مش ادخل جوه هقطع الجزمه دي جلد طبيعي ايطاليا. بقى الجزمه احنا بنيجي قدام الست كرامتنا بتبقى جيلي بتروح بقى. كنت واقف قدامي ومتعصب فجاه كوكو. يا ولد احترم نفسك ادخل جوه بقى. عيب. مرات عمي عارفه موضوع كوكو. عيب يا ولد بقى. ماشي ماشي. ولد قليل الادب. كنا بنقول ايه؟ كنت بتقولي لي يا كوكو. اكرم انا زعلانه منك. ليه بس يا روح قلبي؟ بقالك كتير مهملني كده مش بتحبني. وانا اقدر يا روحي؟ وانا عندي حاجه حلوه في حياتي غيرك. جت اللحظه
لحظة ايه يا حبيبتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ اللي بتعملي شعرك افليكي يعني ولا اعمل ايه؟ ايه يا اكرم؟ في حد بيدلع كده يا كاميليا؟ وبتعملي كده ايه يا كاميليا؟ ده خلص من قام هتلر اللي انت بتعمليه ده. نسيت اغرائي يا اكرم؟ هو ده اغراء كده يا كاميليا؟ لا انا جربت تاني. لا يا كاميليا كده مش اغراء، كده رعب يا حبيبتي. شكرا يا اكرم. شكرا ايه بس يا حبيبتي؟ الاكستنشن كله كان هيطير على رقبتي. بجد باين؟ اه يا روح قلبي ما ينفعش كده تفضحينا قدام الناس. سوري سوري سوري. خلاص خلاص يا اكرم قفلتني من الحب ومن الاغراء ومن كل الحاجات الحلوه. لا خلاص انا هدلع. لا زعلان. خلاص بقى. زعلان. مش هنفل يا اكرم بيه. ايه ده؟ مساء الفل يا اكرم بيه. مساء الزفت على دماغك، عايز ايه؟ مدام سميره، مدام منيره، مدام زهيره، مدام كريمه، مدام اميره. مدام اميره اسمها مدام اميره هانم يا بخت. مدام اميره هانم يا بخت. انت اللي بخت احترم نفسك. ايوه صح انا يا باشا. مالها بقى مدام اميره؟ قالت لي ابعت الفساتين دي. الفساتين دول؟ الفساتين دول دول الفساتين دي. الفساتين دول هم. الفساتين دول هم. ايوه صح الفساتين. مالهم بقى الفساتين دول؟ الفساتين دول هم. ايوه مالهم بقى؟ صح. قالت لي ابعتهم اوضه ايه يا ربي؟ اوضه مين؟ ما تنطق يا حبيبي. مال بقك يا بابا؟ افتح بقك كده واقفله اعمل ريستارت. ايوه. لا 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 بس خلاص بس ما تعملش. انت محتاج تشطب بتنر يا حبيبي. قالت لي يا ربي ابعتهم في قالت لي ابعتهم اوضه علاء بيه الزرعي الزهري الويلي. ويلي ايه يا بابا؟ ويلي. وبرج ايه يا حبيبي؟ امال ايه انت نازل فين؟ ما اعرفش. امال ايه؟ طبعا انت بتوقف ميكروباص. انا اسف يا باشا. اسمه علاء بيه الوردي. علاء بيه الوردي. اطلعه باوضه علاء بيه الوردي. طب يا حبيبي سيبهم هنا وتوكل على الله. لا يا باشا دي امانه، دي مدام اميره تبهدلني. تبهدلك ايه يا ولد؟ انا موجود احميك. تضحك عليا يا بغل. انا هحطهم هنا ورزقي ورزقك على الله. بس انا اسف يعني ما عليك، قلت هتحميني من مدام اميره. حاضر معايا. يلا يلا من هنا. اسف يا باشا. يلا من هنا. اسف يا باشا. اسف يا صبري. هو ايه اللي بيضحك ده؟ الباشا المحترم اللي انا شغال عنده، اللي لحم كتفي، اللي كتفي لحم. اخلص. بيقول قال ايه؟ هيحميني من مدام اميره. كفك. مش هطولك مش هطولك. يلا يا ولد يا بايخ انت من هنا. اسفين اسفين. هو هو. يلا قول انت كمان. عيل بايخ ولابس لبس الكشافه وحاجه تقرف. ايه ده ايه ده؟ انا مش عارف الولد ده بيضحك على ايه. مش عارفه. يا صبري. الباشا بيسأل كنت بنضحك على ايه؟ الباشا المحترم اللي كل شهر بيديلي 1400 1300. انا مش من الضرايب. انجز. ايوه. بيقول قال ايه؟ هيحميني من مدام اميره. كفك بقى. والله ما هطولك بقى، ما تبقاش سمك. هقطع الحزام ده على ظهرك يا بغل. اسفين اسفين. حاول. عندنا مشكلة يا أكرم، عايزين نحلها لو سمحت. المشكلة العيال اللي رمها تقيل اللي كل شوية يضحكوا عمال على بطال دول. طب وأنت هتسيبهم كده؟ أنا مش عارف الرعاع دول بيعملوا عندي إيه هنا. يا صبري. كنت بتقول لي ايه تحت؟ ما كنت سامعك. بقول لك الباشا المحترم اللي انا شغال عنده، اللي جنب التليفون الاسود، اللي جنب القرص اللي انا عارف الديكور. ايوه ايوه. بيقول لك قال ايه؟ هيحميني من مدام اميره. كفك بقى. احس مش عايز المسك يا جدع. ايه ده؟ ادخل يا جربان جوه. هاو 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 هاو. شوية جرابيع. انا بس انت عارفه انا ليه مضايقني؟ ايه بقى؟ انا عايز اعرف هما بيضحكوا على ايه. انا هموت واعرف. انا لو عرفت هما بيضحكوا على ايه ممكن ارتاح. اقفشهم اقفشهم. لا لا انا مش هسيبه. ايوه استني. أيوة. بس انا اول ما يخرج هلبه على طول. يا ابن صبري. ايه يا ابو منصف؟ ما شاء الله اوحش اتنين ستات في الكوكب. سلافندي بيخبط على الجيران، ما تعرفيش ليه؟ كان في بيقولوا ايه؟ قال واحد من الشباب يا اختي بيقول عليه يحمي الواد بتاع الامن من مدام اميره. يا وليه يا كفي يا وليه، في طرقه ما بيننا اختشي. لا لا مؤاخذة يا سلافندي. معلش ازعجتوك يا حاجه. هم عشيه قوي العزاب دول. ايه يا اكرم ايه يا اكرم؟ بتخبط على العزاب ليه يا اكرم؟ عزاب انت كمان؟ انت مجنونه؟ في حد هنا غيرنا؟ امال ايه ده ايه ده؟